أعزائي متابعي قناة إزيد 24، اليوم نحن في مزار ملك ناس الدين في بعشيقة، وفي ختام الطوافات في منطقة بعشيقة وبعزاني. اليوم هو ختام الطوافات لملك ناس الدين في بعشيقة وخفوي ريا في بعزاني، وبهذا تكون أنه انتهت الطوافات في هذه المنطقة. طبعا للشباب والبنات كان لهم دور حيوي مهم في المشاركة الفعالة والمتميزة في هذه الطوافة. حتى نتعرف على دور الشباب والبنات نلتقي مع الأخت حتى توضح لنا هذا الجانب. مرحبا، أشكر وجودكم هاوني وتعبكم معنا. الحمد لله والشكر رجعت أوضاعنا أحسن من قبل، خاصة لأن قبل داعش ما كان هاكس، الساعة بعد أزيد ازداد، خاصة إحنا الشباب ما كنا نعرف العادات والتقاليد، وخاصة الزيلي زيدي الساعة أزيد كسر، البنات والشباب كيعجبهم يلبسون الزيلي زيدي. وهي زي أخير طوافات الضيعة، هي طوافة ناصر الدين من أجمل الطوافات، والشباب والكل جو من بعزاني وبحشيقة لها ونشاركوا فيها، وإحنا شاركنا مع بعزاني، والحمد لله والشكر. الله يديم الفرحة والسعادة والأعياد على كل اليزيديين إن شاء الله. متابعي ومشاهدي قناة إزيد 24، مثل ما كان للشباب دور مهم ومتميز وحيوي في هذه الطوافات، فأكيد لهم أمنياتهم، فنحب نسمع أمنيات الشباب من أحد الشباب المشاركين في هذه الطوافات. مرحبا بك أستاذ نصرت. طبعا بداية أحب نشكر القائمين على هالحفل وهالمناسبة من قوات أمنية ومطربين أيضا ومصورين، ونتمنى انه سنة الجاي المغتربين اللي في الخارج يرجعون يشاركونا مناسباتنا وهلمي الكويسي، وان شاء الله يعم الامن والامان على مدينتنا مدينة الزيتون والعراق بشكل عام.